زوار ومتابعي قناة وجدور، محبي الابتكارات والاختراعات، مرحبا بكم جميعا في الحلقة الجديدة والحصرية. إذن إخواني، في إحدى حلقتنا القديمة شرحت لكم طريقة صنع قلم، نعم قلم كهربائي يصعق، كل من يضغط على الزر الخاص به يصعقه بالتيار الكهربائي. سوف أضع لكم رابط تلك الحلقة في صندوق الوصف. أما اليوم إن شاء الله سوف أريكم أو أشارككم طريقة صنع ساعة يدوية، نعم ساعة تضعها في اليد تصعق بالتيار الكهربائي كل من يصافحك. طبيعة الحال هذا التيار الكهربائي فهو غير مؤذي أو مميز أو أي شيء، ولا يشكل أي خطر، وإنما هو فقط من باب المزاح مع أصدقائكم. إذن إخواني، حتى لا أطيل عليكم، فقط ركزوا معي في هذا الشرح، فتابعوا هذا الشرح. بداية نحن بحاجة إلى كاميرا، بشرط أن تتوفر عني الفلاش، والفلاش فهو غني يعني التعريف، لكن بشرط إخواني يجب أن لا تكون كاميرا رقمية أو كاميرا بها شاشة أو كاميرا بها ميموري كارد إلى غير ذلك، فهذا النوع من الكاميرات فهو غير صالح لهذه التجربة. في المقابل نحن بحاجة إلى هذا النوع من الكاميرات القديمة جدا، لاحظوا معي هذا النوع من الكاميرات إخواني، فهي لا تشتغل بالميموري كارد إلى غير ذلك، بل تشتغل بالشريط الضوئي الذي يوجد بالداخل. هذا النوع من الكاميرات إخواني يمكنك إيجادها في الخردة، فهي تتواجد بكثرة وبأثمنة جد رخيصة. على العموم، خطوة أولية سوف أبدأ بتفكيك هذه الكاميرا، وكإضافة يجب أن تتوفر على الفلاش أيضا، كما ترون هذا هو الفلاش، سوف أقوم بتفكيكها. وكما تلاحظون توجد بوردة بالداخل، سوف نقوم بتفكيك هذه البوردة أيضا. عند الانتهاء من تفكيكها فإن هذه الهياكل البلاستيكية لا فائدة منها، يمكنك التخلص منها. ما يهمنا هو هذه البوردة المتواجدة بالداخل، هذه البوردة كما ترون. إذن وتوجد بعض العدسات أو المكبرات التي تتواجد في الكاميرا، يمكنك الاحتفاظ بها، في حلقة مقبلة سوف أريكم كيفية الاستفادة منها. على العموم إخواني، فهذه البوردة، في بعض الكاميرات سوف تجد محرك صغير، وفي بعض الكاميرات أخرى لن تجد أي محرك. على العموم هذا المحرك أيضا لا فائدة منه، يمكنك استئصاله. ما يهمنا بطبيعة الحال هي هذه البوردة، وفي حالة وجدت أي محرك صغير فيجب إزالته لأنه لا فائدة منه. على العموم إخواني، ركزوا الآن معي جيدا، فهذا الفلاش أو هذا المصباح الذي يصدر وميض الفلاش فهو يشتغل بفولتية عالية جدا، تفوق في بعض الأحيان 220 فولت، لكن هذه البوردة إخواني فهي تشتغل فقط ببطاريتين أي 3 فولتات، حيث أن هذه البوردة تأخذ هذا التيار الصغير جدا وتقوم بتضخيمه إلى فولتية عالية جدا، وتقوم بتخزينه في هذا المكتف أو الكوندنسدور من أجل تشغيل هذا الفلاش أو المصباح. لكن إخواني، نقطة مهمة جدا، فهذه البوردة فهي لن تشتغل بدون وضعها على وضع التشغيل. كيف ذلك؟ لاحظوا معي هذا الزر، هذا الزر المتواجد في هيكل الكاميرا، إذا أمعنت النظر من الجهة الأخرى سوف تلاحظ بأن هناك وجود هذه الصفائح المعدنية، فهذه الصفائح المعدنية إخواني فهي تحتك بهذا المكان، حيث تقوم بإغلاق الدارة من أجل تشغيل هذه البوردة، وجميع الكاميرات تقريبا فهي تعمل بنفس الطريقة. إذا من أجل تشغيل هذه البوردة سوف أريكم كيفية ذلك. إذا قمنا بتفكيك الزر الذي يقوم بتفعيل هذه البوردة أو تشغيلها، لاحظوا معي فهو عبارة عن صفيحة معدنية، هذه الصفيحة عند تماسها مع البوردة فهي تقوم بغلق الدارة عن طريق توصيل هذه الموصلات مع بعضها، أي كما هو أو كما ترون في الكاميرا. وما سوف نقوم به هو تلحيم سلك بين هذه الموصلات من أجل وضع البوردة في وضع التشغيل. الآن سوف أقوم بعملية التلحيم، أي كما تلاحظون قمت بوضع القليل من اللحام هنا من أجل توصيل هذين الخطين من أجل تشغيل البوردة أو وضعها في وضع التشغيل. إذا الآن لدي بطاريتين، سوف أقوم بتركيب السلك الموجب والسالب للبطارية مع البوردة. الآن لاحظوا معي فالبوردة الخاصة بنا فقد اشتغلت، لاحظوا معي هذا هو الفلاش، سوف أقوم بتشغيله. إذا كما رأيتم فالبوردة أصبحت جاهزة للعمل. الآن سوف نقوم بتجميع هذه البوردة وتغليفها، قبل ذلك سوف أقوم بإزالة مصباح الفلاش هذا، فنحن لم نعد بحاجة إليه، قم بإزالته بهذا الشكل. لكن أولا قبل ذلك علينا القيام بخطوة مهمة، لاحظوا معي هذه هي المكتفة أو الكوندنسدور المسؤول عن تخزين الشحنة الكهربائية العالية التي يتم إنتاجها من طرف البوردة. لاحظوا معي هذه الجهة بها رمز ناقص أي السالب، تذكروا مكان السالب هو مكان الموجب. بعد ذلك باستعمال أداة التلحيم الساخنة سوف أقوم بإزالة هذه المكتفة. إذن بعد إزالة المكتفة
سوف أقوم بتلحيم السلكين في مكان المكتفة بحيث أن السلك الأحمر يعني السلك الموجب والسلك الأسود يعني السالب، أي السالب للمكتفة. هذا هو السالب، سوف أريكم إياه. إذن هذا هو السالب كما ترون. بعد ذلك يجب تغليف البوردة بشكل جيد بالشريط اللاصق من أجل حمايتها. إذن ما نحصل عليه في الأخير هو هذه البوردة المغلفة بشكل جيد جدا. إذن لديها سلكين، سلك موجب وسلك سالب الخاصين بإمداد البطارية، ولدينا هذين السلكين الموجب والسالب مرة أخرى الذي قمنا بانتزاع المكتفة منه. إذن فهذه البوردة فهي تنتج أو تدخل تيار 3 فولتات وتقوم بتضخيمه إلى 220 فولت فما فوق، وهذا التيار يخرج من هذين السلكين، وعند تركيب هذين السلكين مع هذه المكتفة يتم شحنها، لأن هذه المكتفة تعمل كبطارية صغيرة يتم شحنها بشحنة عالية جدا. لدينا هنا مكتفة أو كوندنساتور من فئة 400 فولت. إن لم تكن تعرف ما هي المكتفة سوف أضع لكم رابط حلقتها في صندوق الوصف. على العموم إخواني، فكل هذه المكتفات التي تراها الآن أمام الكاميرا جميعها بفولتيات 400، فهي تختلف فقط من ناحية الحجم ومن ناحية سعة التخزين. إذن فنحن بحاجة إلى أصغر مكتفة يمكن العثور عليها. إذن لاحظوا معي، هذه المكتفة فهي صغيرة جدا لكنها بقوة 400 فولت، نعم يمكنك انتزاعها من الأجهزة القديمة. وهذا شكلها عن قرب رغم صغر حجمها الكبير جدا، إلى أنها تخزن طاقة 400 فولت و 4.7 ميكروفاراد، أي سعة تخزينها. نحن بحاجة إلى سلكين حيث أن السلك الأحمر يمثل الموجب والسلك الأزرق يمثل السالب. سوف أقوم بتلحيمها في أقطاب المكتفة بهذا الشكل، ثم سوف نقوم بتغطية هذه الأقطاب باستعمال الغراء من أجل حمايتها جيدا. ثم نحن بحاجة إلى هذا المنفذ الخاص بتوصيل الطاقة الكهربائية، يمكنك انتزاعه من أي جهاز. نأخذ هذا الرأس الأول، أي هذا، هذين هما السلكين المرتبطين مع المكتفة. أقوم بالكشف عن الأسلاك قليلا هنا، ثم أقوم بتلحيم هذه القطعة أو هذا الرأس مع هذين السلكين المكشوفين، أي هكذا كما ترون. قمت بتثبيت هذا الموصل هنا، هذه هي الأسلاك. كخطوة مولية سوف نقوم بتغطية هذه الأقطاب باستعمال الغراء مرة أخرى من أجل حمايتها. نحن بحاجة إلى اثنين من القطع البلاستيكية، قمت بقصها من قنينة قديمة. إذا نأخذ القطعة الأولى، سوف نقوم بتثبيت هذه المكتفة هنا، وهذا المنفذ سوف نقوم أيضا بتثبيته هنا بطبيعة الحال باستعمال الغراء، أي هكذا كما ترون. بعد ذلك سوف نأخذ القطعة الثانية، سوف نقوم بعمل الغراء مرة أخرى، ثم سوف نقوم بتغطية هذه المركبات بهذا الشكل. والآن هذا هو شكل القطعة كما ترون، بعدما قمت بتثبيتها بشكل جيد بالغراء وقمت بملئها من الداخل بالغراء كما يظهر. الآن لدي هنا ساعة يدوية، ما سوف أقوم به هو تثبيت هذه القطعة هنا مع الشريط الخاص بالساعة بطبيعة الحال باستعمال الغراء. سوف أقوم بوضع الغراء، وأقوم بتثبيته مع الساعة الخاصة بي. هذا هو شكل الساعة عند وضعها في اليد، فهي مخفية بشكل جيد جدا. لاحظوا معي، لا يمكن ملاحظة البوردة المخفية بسهولة. الآن يتبقى لي هذين السلكين، سوف أريكم كيفية تثبيتهما أيضا. نحن بحاجة إلى سلكين نابضين بشرط أن لا يكون بهما أي صدى أو طيلة إلى غير ذلك. نقوم بتثبيت هذه الأسلاك النابضة مع الأسلاك الخارجة من هذه البوردة الموضوعة مع الساعة. نحن بحاجة إلى قطعة من الجلد أو البلاستيك أو أي مادة غير موصلة للتيار الكهربائي، ثم سوف نقوم بوضع القليل من الغراء هنا، ثم نقوم بوضع هذه الأسلاك فوق الغراء بشرط يجب أن لا تلامس هذه الأسلاك بعضها البعض. ثم نحن بحاجة إلى شريط مطاطي، نأخذ قطعة الجلد أو البلاستيك، نقوم بوضع الكمية قليلة من الغراء كذا، ثم نقوم بتثبيتها فوق شريط المطاطي كما ترون. الآن هذا هو شكل الساعة،
وهذه هي الأسلاك المسؤولة عن السعق بالتيار الكهربائي، لكن الساعة الخاصة بنا لا يشد بها لحد الساعة أي تيار كما ترون. وبطبيعة الحال فقطعة الجلد هذه فهي من أجل حمايتك من السعق. الآن سوف نتمم تركيب البوردة التي سوف تقوم بشحن هذه الساعة عند نفذها طبيعة الحال من هذا المنفذ الذي قمنا بتركيبه. بالنسبة للبوردة الخاصة بنا فلديها سلكين للبطارية، وهذين السلكين يخرج منهما تيار عالي الخاص أو مكان تركيب المكتفة التي قمنا بانتزاعها في بداية الفيديو. على العموم نحن بحاجة إلى هذا الرأس مثل رأس الشاحن الذي يتم تركيبه هنا كما ترون. سوف أقوم بتركيبه مع هذا الكيبل، حيث أقوم بتركيب السالب مع السالب والموجب مع الموجب. بعدما قمت بتغليف هذه الأسلاك بالشريط اللاصق، بالنسبة للأسلاك الخاصة بالبطارية الصغيرة أي هذه البطارية، فقد قمت بتركيب بطارية واحدة من فئة 3.7 فولت في مكانها، وقمت أيضا بتركيبها مع زر التشغيل والإيقاف، حيث أنه بمجرد الضغط على الزر، لاحظوا معي البوردة تبدأ في العمل، لاحظوا معي. إذا بالنسبة لطريقة شحن هذه الساعة الخاصة بنا، نقوم بتركيب هذا الرأس هنا في هذا المنفذ، ثم نقوم بالضغط على الزر، ثم تمت عملية الشحن بنجاح. نقوم بإزالة هذا الرأس أو هذا المنفذ. الآن الساعة الخاصة بنا بها تيار كهربائي مقداره 220 فولت تقريبا، لاحظوا معي. إذا كما ترون إخواني هذه هي الساعة التي تقوم بصعق كل من يصافحك، لاحظوا معي. هذه هي الأسلاك المسؤولة عن إطلاق التيار الكهربائي، وهنا توجد بوردة مخفية تقوم بحفظ طاقة كهربائية مقدارها 220 فولت تقريبا، وهذه هي البوردة المسؤولة عن شحنها كل مرة عندما تفرغ. لاحظوا معي هذا هو المنفذ، نقوم بتركيبه في الساعة هنا بهذا الشكل، ثم نقوم بتشغيل هذا الزر. الآن تتم عملية الشحن، إذا تمت عملية الشحن أقوم بإزالة هذا الرأس. الآن يوجد لدي هنا تيار كهربائي مخزن في هذه البوردة لا يمكن رؤيته، لاحظوا معي. سوف أقوم بعمل شورت سيركوي، والآن قمت بتخفيض الإنارة لرؤية الشرارة المنبعثة من هذه الساعة، لاحظوا معي. قبل أن تقوم بإغلاق هذا الفيديو إليك بعض الأمور والنصائح المهمة جدا. أول شيء يجب استعمال مكتفات ذات حجم صغير أو سعة تخزينية صغيرة حتى لا تؤذي الأشخاص الذين تصافحهم، وأيضا يمكنك وضع تلك البوردة الخاصة بالشحن في علبة خاصة لجعلها أنيقة أكثر. إذا إخواني وفي حلقة مقبلة سوف أشارككم طريقة صنع ساعة تطلق أو تصدر تيار كهربائي قوي جدا من أجل حماية نفسك. إذا إخواني شكرا جزيلا على حسن المتابعة، ألقاكم في حلقة مقبلة مع دروس وابتكارات جديدة، فقط كونوا في الموعد.